وبما أننا يعد نتحدث عن المحتوى، هناك محتوى ضخم آت من الشعب مباشرة ومن خلال مسرح يوتيوب، وهو الأول من نوعه في العالم. ترحب لوس أنجلوس بكل القصص الفريدة والأصوات العالمية كي تقدم تصورها لصناعة محتوى مميز يتم بثه عبر منصة يوتيوب، بحيث يتساوى الحضور الجسدي بالرقمي في الوقت ذاته. كيف نتابع؟ أهلا بكم إلى أول مسرح في العالم ليوتيوب، هو أحدث المواقع تحديدا في هوليوود، ويشكل خطوة تميز المنصة التي تضم ملياري شخص حول العالم، وتشهد منافسة شديدة من تطبيقات فيديو أخرى أولها إنستغرام وليس آخرها تيك توك. يتسع المكان بتصميمه العصري وألوان الإضاءة فيه التي تذكر بالمنصة لستة آلاف مقعد، مساحته حوالي 220 ألف قدم مربع موزعة على ثلاثة طوابق. لكن الأهم، ابقوا معي لأخبركم أكثر عن هذا المكان. الهدف من مسرح يوتيوب أن يكون جسراً بين العالمين الرقمي والمادي، ليتم فيه عرض أحداث عالمية تبث في الوقت نفسه مباشرة عبر يوتيوب. وحين يصل الأمر إلى التكنولوجيا، فهم من بين الأبرز والأقوى. انطلقت منصة يوتيوب للمرة الأولى العام 2005 من كاليفورنيا، وقدرت عائدات المنصة العام الماضي ب 20 مليار دولار. وتستمر الشركة بالنمو من خلال تقديم كل جديد وأحدث ابتكاراتها هذا المسرح المميز. رافي بوغسيان، العربية، لوس أنجلوس.